تسونامي جديد هيجي قريب لمصر وهيكون قريب من محافظة اسكندرية، يعني أي حد بيصيف دلوقتي ياخد باله من نفسه الفترة الجاية، ده غير زلزال تاني على الأبواب. دي كانت آخر نبوءات خبيرة علم الفلك ليلى عبد اللطيف اللي قلبت السوشيال ميديا الساعات الأخيرة. بس لو عاوز تعرف إيه حكاية التسونامي ده وهل فعلا حصل في مصر ولا لسه، يبقى تابعني لآخر الفيديو وأنا هقول لك كل التفاصيل. من وقت للتاني خبيرة الأبراج وعلم الفلك ليلى عبد اللطيف بتطلع بنبوءة تثير الجدل، خصوصاً إن نبوءات كتير ليها اتحققت الفترة اللي فاتت. ومن فترة ليلى طلعت وتوقعت في تصريحات تلفزيونية حدوث تسونامي البحر المتوسط، وقالت إن مصر هتشهد هزة أرضية كبيرة لكنها مش هتأثر بالسلب ولا هتسبب أي خسائر مادية أو بشرية كبيرة، بس في نفس الوقت حذرت من أزمة طبيعية على السواحل المصرية وتحديداً هتكون قريب من محافظة اسكندرية وهتشبه التسونامي. والمعروف عن ليلى إنها دايماً بتتنبأ بأحداث تخص مصر، دي حتى أكدت إن الأزمة الاقتصادية اللي بتمر بيها مصر أزمة عابرة وهتنتهي بحلول منتصف سنة 2025، وهيحصل انتعاش في الأسواق وتراجع في أسعار السلع الغذائية، وإن الحكومة الجديدة هتكون حكومة ناجحة. في تصريحاته في شهر يناير مع عمرو أديب في برنامج الحكاية، ليلى قالت إن الجنيه المصري هيحصل له تعثر مؤقت في الفترة المقبلة بسبب بعض التوترات المحلية والعالمية. وفي شهر يوليو اللي فات ليلى اتكلمت عن توقعاتها بالنسبة لأسعار الذهب، وقالت إنه هيحصل انخفاض مؤقت لأن الذهب يرجع يرتفع تاني لحد ما يوصل سعر الجرام ل 5000 جنيه. علشان كده نصحت اي حد دلوقتي يستثمر فلوسه في الذهب، اللي عنده ذهب ما يبيعوش ويستنى شويه. اما بقى على المستوى الرياضي، ليلى توقعت بنبوءه واتحققت وهي وفاه اللاعب احمد رفعت، لما طلعت ليلى مع نيشان وقالت ان في لاعب مشهور هيتوفى ووفاته هتعمل بلبله، وفعلا ده اللي حصل. بس خلينا نرجع تاني للتسونامي اللي اتكلمت عنه، وافكرك ان الاسابيع اللي فاتت حصلت ظواهر غريبه في مصر زي ارتفاع الامواج لدرجه ان في مدن ساحليه رفعت الرايات الحمراء والسودة على شواطئها ومنع دخولها، ده غير عاصفة ترابية وأمطار شديدة، وبسببها قررت الجهات المختصة بوقف حركة الملاحة النهرية في نهر النيل وبحيرة ناصر، والدنيا اتقلبت وقتها. دلوقتي بقى قولوا لي، شايفين العاصفة اللي حصلت في مصر هي اللي تقصدها ليلى ولا دي بداية حاجة تانية؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.